تحياتي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سلسله اكبر خسائر الفرق الكبرى اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى واللي بدعوكم تشتركوا فيها الان. اليوم نتوقف مع اتلتيكو مدريد، الفريق اللي استطاع الخروج من تحت الرماد ويفوز بالليغا ويلعب نهائي الابطال مرتين في السنوات الاخيره، الفريق اللي بات الجميع بيحسب له كل حساب مثل أي فريق في الدنيا، لكنه فريق مثل أي فريق في الدنيا إله أيام سودة. وبنحكي اليوم عن أكبر خسائره وأكبر خسارة تعرض لها أتلتيكو مدريد قديم شوي، كانت أمام سيلتا فيغو لما سقط معهم 8-1 خارج ملعبه في موسم 1954-1955. هذه أكبر خسارة إله على الإطلاق. المباراة إجت في الأسبوع 13 من الليغا، والغريب في الموضوع انه اتلتيكو انهى الموسم في النهايه فوق سيلتا فيغو. اتلتيكو احتل المركز الثامن وسيلتا اللي سحقه احتل المركز 11. اما اكبر خساره لاتلتيكو مدريد في ملعبه فهي امام برشلونه موسم 2006-2007، سقوط كبير بنتيجه 6-6. مباراه للعلم اجت بتاريخ عيد ميلادي للصدفه، يعني 20/5 في الجوله 35 من الليغا. المباراة ألق فيها ميسي اللي كان أيامها لاعب ناشئ وسجل هدفين وأضاف رونالدينيو وإيتو وإنييستا وزامبروتا باقي الأهداف. ذلك الموسم هو الموسم الشهير في التنافس بين كابيلو وريكارد للدوري لآخر أسبوع. في الدرب الشهير المدريدي أكبر خسارة تعرض لها أتلتيكو مدريد كانت بنتيجة 5-0. اتكررت مرتين موسم 58-59 و83-84. وبخصوص أوروبا، فأتلتيكو مدريد عادة عنيد وقاسي، وبشان هيك حنشوف أكبر خسارة إله مش كثيرة، هي 4-0 كأكبر خسارة في مسيرته الأوروبية. اتعرض لها مع تشيلسي في موسم 2009-2010 في دور المجموعات، وتكررت مع دورتموند ب 18-19 وبايرن ميونخ 20-21. ودائما بنتكلم عن دور المجموعات في دور الأبطال، ومن حسن حظ أتلتيكو إنه كل هالخسائر الكبيرة الأوروبية دائما بيستفيد منها، يعني مع دورتموند وبايرن هو تأهل للدور التالي في دور الأبطال، ومع 2009-2010 لما خسر مع تشيلسي ذهب للدور الأوروبي، وهناك فاز باللقب في النهاية على حساب فولهام. يعني خسائره الأوروبية بشكل أو بآخر فالخير عليه. بنوصل هون لسلسلة أكبر خسارة، واليوم كنا نتكلم عن أتلتيكو مدريد، ودائما حنيجي لكم بفرق جديد كل فترة. والسلام عليكم ورحمة الله.